تتواصل عمليات تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، التي وفرت كافة السبل لإنجاح منظومة التفويج، وفي مقدمتها حافلات حديثة تقلهم إلى مكة مزودة بكافة وسائل الراحة وخاصية GPS لمتابعة خط سيرها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من أول ما دخلنا مطار القاهرة الدولي والخدمة على أعلى مستوى، البساطة كانت مؤمنة وكانت جميلة وعلى أحدث مستوى الحياة ومكيفة، خدمة عالية والناس ما سبتناش وعلى أكمل وجه، واخدين حبوبنا على أكمل وجه والله. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. عقب وصول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة تستقبلهم فنادق الإقامة باحتفالات مبهجة، ويتسابق الجميع لخدمتهم في تلك الفنادق التي تتميز بقربها من الحرم المكي الشريف، كما يتواجد ضباط بعثة حج القرعة بشكل دائم لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرعة، الذي بدا الارتياح على وجوههم لهذا الاستقبال والخدمات المقدمة لهم. الاستقبال هنا حلو جدا والناس منظمه، ما توقعتش ان انا هلاقي الاستقبال ده. الاستقبال يعني مش رائع بس فوق الرائع، يعني مشرف. يعني في سؤال سالناه للقائمين من الداخليه الا ولقينا الجواب بتاعه، ولقينا المساعده ولقينا الاهتمام من بدايتنا واحنا جايين من مصر لحد ما وصلنا هنا. تم انهاء اجراءات التسكين الكترونيا ليدخل الحجاج الى غرفهم التي تتميز بتوافر كافة وسائل الراحة. خدمات الغرف على مدار 24 ساعة كل يوم عندهم خدمات الغرف في كل دور في كل طابق، موجودين 3-4 إلى 5 عمال لخدمة الغرف لتلبية جميع رغبات الحجاج. من ساعة ما جينا مكة هنا لا برضو الاستقبال مبهر، المكان قريب من الحرم مش بعيد. تتولى غرفة عمليات مكة متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة، من استقبال بالمطار وتفويج إلى تسكين وغيرها من أمور وأحوال الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمدينة ومكة، وأثناء أداء المناسك ورد على كافة استفساراتهم وإزالة المعوقات أمامهم. نشكر البعثة المصرية بتاع الداخلية على كل المجهود اللي قايمين به من رعاية اجتماعية ورعاية صحية، ومتواجدين معانا في الفندق 24 ساعة الحقيقة. يعني البعثة المصرية وفرتنا كل حاجة، يعني والله فعلا الواحد ما كانش متوقع ان يبقى فيه تيسيرات كده، كل حاجة موجودة وكل حاجة متيسرة، واي حاجة بنعوزها بنطلبها منهم. الحمد لله الحمد لله، الموضوع مريح جدا، الإقامة كويسة والرعاية كويسة والخدمة كويسة في الفندق والله، واحسن حاجة والله مراعينا كويس والخدمة كويسة 24 ساعة ومش محتاجين أي حاجة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتتضمن منظومة التيسيرات المقدمة للحجاج عقد ندوات دينية بصفة دورية بفنادق إقامتهم، بحضور وعاظ وواعظات من وزارة الأوقاف لتوعيتهم بأداء المناسك والرد على استفساراتهم. يقوم الوعاظ بالتواجد في الفنادق وبالزي الرسمي مع حجاج بيت الله الحرام، يستقبلون أسئلتهم ويردون عليها واستفساراتهم ويردون عليها، ويقومون معهم سواء بعد العصر أو بعد العشاء بندوات توعوية وإرشادات عامة لحج بيت الله الحرام وشرح المناسك. تحتاج الإناث إلى بعض الفتاوى النسائية قد تتحرج من سؤالها للواعظ لتطمئن قلبها عن مناسك الحج وأدائها للمناسك بشكل صحيح. أنا أول مرة أحج وما كنتش أعرف مناسك الحج، وما جيت حضرت الدورات دي ربنا أكرمني وعرفت كل حاجة عن الحج. ندوات ناجحة وبعثة ناجحة بجد والله، يعني عاوز أقول البعثة كلها اللي معانا بتتمنى لنا نطلب أي حاجة. عمل متواصل وجهود تبذلها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج ليتمكنوا من أداء الركن الأعظم في الإسلام وهو حج البيت.